انا سامح زكوت AKA ساز، مغني راب من الرملة، عمري 29 سنة وبعمل موسيقى 15 سنة. الراب عبارة عن شعر شارع. فهاي الحلو بالموسيقى الراب والهيب هوب، انه ايش ما بتشوفي بالعين الايد بتكتب. مش لازمني ولا اسكر ولا سمح الله احشش ولا اشي، بس اشم الشارع واشم البيئة، هي بتعطيني كل الموزة اللي بديها بالعالم. في 50 نوع 50 لون موجود فيي. السلام عليكم. شوف اخبارك. فانا مش اسمر ولا ابيض، انا كل الانواع وكل الالوان. الحين على المدرسه اللي كبرت فيها طرسانتا كان عندي بنك حلو، فكان عندي دائما توش اسود وفيه اقعد اكتب على الطاوله، اعمل بيت بوكس مع اولاد صفي، يعني انه يزقفوا لي. فكنت بالصف اعمل يعني الأشياء هذه لليوم معاي، يعني لليوم بتضلها جزء من شخصيتي. أنا بحب، أنا بدي أجي، أنا بحب. الرملة فيها كل إشي. الرملة الحلو فيها إنه عبارة عن زي فسيفساء، تاع شعوب، تاع أديان، القديم مع الجديد، الحديث مع القديم، عن كل إشي فيه شوي. الرملة كمان في عندها بوتنسيال انها تكون اشي جدا جدا كبير، مع ان افق يكون عندنا افق فيجن للدنيا هنا، ممكن الرملة تصير احسن من نيويورك واحسن من باريس ولندن. بقولوا على الرملة وانه ضايع ماشي في الشوارع وصايع، عشان اجيت من محل صغير، عشان اجيت من تحت، فبقدر كل خطوة وكل درجة بعملها. فالرملة اللي هي مصدر قوة في حياتي، الرملة وقوميته ناسي. انا نجحت ان اوصل للكونسنسوس الاسرائيلي من غير ما انسى من وين اجيت. احدى الاشياء اللي صارت معي اللي خلتني اوصل للكونسنسوس هي اشتراكي بالبرنامج اللي هي عايش بلالا لند في العربي، وعباره عن برنامج اللي 6 فنانين بتباروا على سينجل في امريكا. عايش بلالا لند وناسي حالي، اقول الاول واعمل اللي في جبالي. عرض بحيفا، وادي النسناس، عيد الاعياد، سكر، بوبه تبعت عرض. متاخرين على البروفا، صار لي 10 دقائق متاخر، يلا بروفا. السلام عليكم. ايش الوضع؟ ايش الوضع؟ ازيك يا راجل؟ هي بياخذ على الوقت لك صرتي. الحلو انه بالموسيقى فيش دين، فيش عرق، فيش جنس. عرب، يهود، مسيحيه، مسلمين، فالموسيقى هي نوعا ما والحب هي الدين تبعنا. موسيقى الهيب هوب كانت حضارة نوعا ما جديدة على الناس، كان إشي كتير حلو فيها إنها جايبة إشي جديد. فللأسف الشديد الهيب هوب في أمريكا وأوروبا بالعالم نوعا ما نزل، لأنه فيش إشي عن جد غاد بيحكي على مواضيع اللي عن جد بتهم الناس. إحنا الشرق الأوسط مش ناقصنا صراعات بالدنيا هاي، فالهيب هوب هون نوعا ما لقى بيت، لقى محل اللي لما تحكي إشي عن جد فيه له معنى، فيه له صدى، فيه له قوة. تم ترم تم ترنم 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 شكالي ايتانو. الحلو بالراب العربي مثلا انه رابر من فلسطين، رابر من مصر، من اليمن، من تونس، من الجزائر، من العراق، من لبنان، التقوا بلتقوا، يعني انه الراب نوعا ما اصبح زي ام مشتركه للكل. احنا اخذنا النضال تبعنا، اخذناه على طريقه غير العنف، فمع بعض كوننا زي نوعا ما عالم مشترك اللي هو بناضل من اجل تغيير، من اجل مستقبل افضل لنا ولاولادنا. الحلم تبعي اني اكون فنان ناجح الكل بحبه، يكون عندي الاستوديو تاعي، يكون عندي شركه الانتاج تاعتي، يكون عندي اللاين الاواعي تاعي. Take me to the place where I can finally find some peace. انا بعيوني ما فيش حدود للنجاح، ما فيش حدود للاحلام، والسماء هي عباره بس عن مرحله اللي راح اتخطاها واوصل للفضاء ان شاء الله. الحياة أحيانا صعبة، أنا بعرف تشيك أيام اللي فيها شكرا، لسه ما نشري وانتح لسه دك الحق.